طاقتك عزيزي الدلو لهذه القراءة، أنت في طاقة حزن لهذا الشخص. ربما أنت بعيد عن هذا الشخص وتشعر بأنك فقدته، وهو كان بالنسبة لك بمثابة هذه قطعة العملة هذه التي بين يديك. هو كان غالي بالنسبة لك وغالي على قلبك كثيرا، ولكنك تشعر الآن بأنك فقدته وابتعد عنك. أنت تشعر بمشاعر قوية جدا وطاقة عالية جدا لهذا الشخص. أنت منجذب له بطريقة عالية، انجذاب جسدي وروحي عالي، وأنت تراه طاقة وترى فيه الحماس والبدايات الجديدة والجمال والشعلة. أنت تراه مضيء وتراه بشكل جدا جذاب. أنت منجذب له بطريقة غير معقولة، وأنت مفتقده لهذا الشخص. الحبيب هو متباعد عنك ويرفض كأس الحب الممدود له في هذه الفترة. ربما يرفض كأس الحب الممدود له من السماء من أي شخص. ربما كان في حياته علاقات ماضية لهذا الشخص، والآن هو مكتئب وحزين من كثرة المشاكل التي حصلت معه في السابق، ولم يعد له عنده ثقة في أي حب جديد. ربما ليس منك، ربما من شخص آخر، وأنت تحب هذا الشخص وتراه جدا جذاب، وأنت منجذب إليه بطريقة عالية، ولكن هذا الشخص ربما يرفض الكأس منك، كأس الحب. وربما هو كان في علاقة سابقة وقد جرح ويرفض الحب في هذه الفترة. هذا الشخص في مكان أو في عمل جيد جدا، هو صاحب قرارات وعنده طموح كبير في حياته. نعم، إنه قد قرر هذا الشخص إذا كنتما في علاقة، لقد قرر هذا الشخص الخروج من هذه العلاقة وترك كل شيء وراءه، لأنه يشعر بالحزن والاكتئاب والخسارة أيضا. هو جدا أيضا يشعر بالفقدان والخسارة والاكتئاب. هو ربما كان في علاقة ثلاثية، ربما كان في علاقة ثلاثية معك هذا الشخص، أو اكتشف علاقة ثلاثية، وهو الآن محتار في القرار، إما أن يبقى معك أو يرحل بعيدا عنك. هو قد أخذ القرار ورحل، ولكنه هو متردد حتى الآن، متردد في اختياره، إن كان هذا اختيار خاطئ أو اختيار صح، ولكنه قد أخذ القرار هذا الشخص وابتعد ربما لطرف ثلاثي، لشخص ثلاثي، لعلاقة ثلاثية قد دخلت بينه. طاقتك لهذه القراءة، أنت في مرحلة إعادة تقييم لطريقك واستقصاء للحقيقة ووقفة مع النفس، وأنت تعلمت من أخطائك السابقة وتمضي الآن دون إعادتها. ربما إذا ربما أنت قد أخطأت، أنت تشعر بأنك قد أخطأت بحق هذا الشخص، وأنت الآن تقيم هذه الأخطاء إن كنت على حق أو كنت على صواب. أنت في وقفة مع النفس ومحاسبة النفس، وأنت في هذه البطاقة تدل على أنك إنسان دبلوماسي، وكما نعرف عن برج الدلو أنه جدا دبلوماسي واجتماعي، وتحاول أن تدخل إلى هذا الشخص أو تتعرف على أخباره عن طريق الخداع، التلاعب، لعلك تحصل على معلومات عنه، كيف يعيش، كيف هو، لأنه هذا الشخص كما ظهر لنا في الطاقة العامة هو مبتعد عنك الآن، وأنت تريد أن تسمع عن أخباره، تستقصي عن أخباره، تتجسس
عليه بطريقة ما عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق أحد الأصدقاء لتعرف كيف يعيش في هذه الفترة وما هي آثاره، لأنه كما ظهر في الطاقة العامة أيضا بأنك جدا حزين على فراق هذا الشخص وأنت تفتقده جدا وأنت منجذب له بطريقة جسدية وروحية عالية، وأنت الآن ربما تعمل أعمال فنية أو تعمل أي شيء خاص بك أنت تبرز به مواهبك، فأنت بطبعك إنسان موهوب جدا وذكي وتؤدي أعمالك بنجاح، وأنت قادر على الإقناع في هذه الفترة، وأنت بطبعك كما قلت مبدع في عملك ومحترف، أو أنك تحاول أن تعيد شيئا قد سرق منك وكان من حقك. طاقة الحبيب، الحبيب في مكان عمله، ربما يعمل بطريقة إبداعية أيضا وهو مهتم بنجاحاته وأعماله، وكما رأينا بأنه أخذ القرار بالابتعاد وقرر أن ينتبه إلى أعماله ومشاريعه وطموحاته، فهو إنسان جدا جدي وصاحب قرارات، وهذه الفترة هو مهتم جدا في أعماله، وربما يكون مع شخص آخر، ربما يكون هذا الشخص قد ارتبط بشخص آخر، ربما أنتما كما قلت في علاقة ثلاثية، وربما يكون هذا الشخص هو مع طرف آخر وهو محتار الآن بأمره يبقى معك أم يرحل، هذه احتمالات. مشاعرك باتجاه هذا الحبيب، أنت تشعر بالهدوء في هذه الفترة والمراقبة، أنت تشعر بالصبر لأنك تصبر جدا وتنتظر، فأنت في طاقة صبر وانتظار لهذا الشخص، أنت تريد أن تسمع عنه أي خبر أي شيء، وأنت تترقب منه أي شيء أو أن تحصل على أي شيء من أخباره، فكما ظهر لنا في هذه أنت أيضا وكأنك هنا انظر لهذه البطاقات، وكأنك هنا تحاول أن أنا أرى في هذه البطاقات وكأنك تحاول أن تكون في مكان عمله أو حول عمله أو أنكما تعملان مع بعضكما، وتراقب هذا الشخص من بعيد لبعيد لتستعلم عن أخباره بطريقة متخفية دون أن يعلم، وهذه أيضا تراقب من هذه الجهة، فأنت تراقبه من كافة الجهات لتستعلم عن أخباره وتأخذ من أخباره الشيء المفيد الذي يفيد في علاقتكما، فأنت إلى الآن تنتظره ومتمسك به وتحاول أن تعيده لك، لأنك أنت تراه بطريقة جدا جميلة وأنت منجذب إليه بطريقة عالية، ربما تخاف أن تخسر هذا الشخص، أنت خائف من أن تخسر هذا الشخص وأن يبتعد عنك ويذهب إلى طرف آخر. الطرف الآخر أو الشخص الحبيب كيف يراك؟ هو يراك توأم لروحه، ليس بمبدأ التوأم للروح أو سولميت، هو يراك الشخص المناسب، هو يراك المكمل لحياته، هو يراك مناسب جدا له بطبيعته بأفكاره بكل شيء، هو يراك جدا بطريقة جميلة، وهو منجذب لك بطريقة عالية جدا مثل انجذابك له، أنت تراه في هذه الطاقة وهو يراك في هذه الطاقة، أنتما منجذبين لبعضكما بطريقة جدا عالية، انجذاب جسدي بطريقة عالية، أنت معجب به كثيرا وهو معجب بك كثيرا، وعنده تواصل روحي تجاهك عالي جدا وأنت أيضا، أنتما تحبان بعضكما البعض و مبتعدان في هذه الفترة وتخفيان عن بعضكما أنكما تراقبان بعضكما. الحبيب ينوي في هذه الفترة على أنه يتواصل معك بالروح، فهو كما رأينا بأنه يراك جدا جذاب ومتواصل معك بالروح، وهذا الكات تدل على الروحانيات، وهو في الفعل إنسان روحاني هذا الشخص، هو سيتواصل معك بالروح أو أنه يريد
أن يقف وينتظر ولا يتصرف أي تصرف في هذه الفترة، فقط يراقب من بعيد ويتواصل معك بالروح ويسمع عن أخبارك فقط، ولا يريد أن يراك في هذه الفترة، لعله يريد أن يقف وقفة مع النفس، يريد بها أخذ قرار مناسب صحيح له. ولكنه في الفترة القادمة، الخطوة القادمة بعد هذه الخطوة، بعد محاسبة النفس، هذا الشخص يريد الخطوة القادمة، يريد أن يتبع العادات والتقاليد والأعراف، ويريد أن يأتي إليك بشكل رسمي لكي يتقدم لخطبتك. إذا النتيجة، خطوته القادمة لهذا الشخص هو الزواج، وهو ينوي على الزواج بك. ولكنه في هذه الفترة، هو سيبتعد قليلا، هو سيحب أن يكون في هذه الفترة حرا طليقا، لا يريد أي قيود في هذه الفترة. وكما رأينا، هو قد جرح من علاقات سابقة، هو يرفض هذه الفترة كأس الحب. في هذه الفترة هو يرفض، لأنه وخرج من العلاقة لأنه هو يشعر بالتردد وبكسرة قلب، وهو يحتاج في هذه الفترة إلى الاستشفاء. هو لا يريد لا منك ولا من غيرك في هذه الفترة، هو جدا منجذب لك، قلت، ويحبك بطريقة عالية، وهو يراك مثل الصولميت، وهو يراك الشخص المناسب ومنجذب لك، ولكنه في هذه الفترة يريد أن يكون لوحده. يريد منك الزواج، ولكن خطوته القادمة، ولكن في هذه الفترة يريد أن يبقى وحيدا. وهذه نصيحتك تقول: لا تحزن، وانظر إلى الأشياء الجميلة الموجودة في حياتك، ارفع رأسك وانظر إلى الإيجابيات، لا تنظر إلى السلبيات، فهناك في هذه الحياة أشياء جميلة تدعوك بأن تفرح وتمرح. فهذا الشخص جدا يحبك، وإن كان مبتعد في هذه الفترة، أنا أراه بأنها هذه الطاقة طاقة لوقت قصير، وأن هذه الطاقة ستتغير في الأسابيع القادمة إن شاء الله، وسيغير هذا الشخص رأيه، ولكن أعطه الفرصة لهذا الشخص. ولا إذا كان خلافات بينكما في هذه الفترة، تقول لك هذه البطاقة: لا تصدق كل ما تسمعه ولا تقل كل ما تعرفه. إن كنت سمعت عن هذا الشخص أي شيء أحزنك وأغضبك، لا تصدق كل ما يقول ما يقال لك، لأن هناك في حياتنا أشخاص جدا كثيرون يحبون لنا السوء ولا نعرفهم، ويظهرون لنا الأشياء الجميلة، ولكن لا تصدق كل ما تسمعه، وكن متحفظ على أسرارك، لأنك أنت شخص طيب القلب وعفوي وصادق، ولكن لا يجب علينا أن نحتفظ بأسرارنا. وهذه البطاقة تقول لك: ابتسم وامرح، وأنت إنسان محبوب، وابتسامتك دواء لكثير من الناس، وأنت تعطي الطاقة الإيجابية لهذا الشخص بحبك له. فأنت كما يبدو لي بأنك أنت إنسان لطيف وجذاب، وكلامك جدا جميل، وهذا الشخص منجذب لك بطريقة عالية من جمال كلامك وحسن حديثك، وأنت هذا الشخص منجذب لك كما قلت، وأنت إنسان محبوب و دائما مبتهج ودائما فرح، فلا تجعل الحزن يسيطر عليك في هذه الفترة، كن كما تعود عليك هذا الشخص، كن دائما متفائل وإيجابي، ولعل هذا الشخص في هذا الكارت هو السولميت لك، وهو أيضا هو يراك هكذا. هذا الشخص يراك السولميت، وهو هذا الشخص، ربما تقول لك هذه البطاقة، ربما يكون هذا الشخص هو السولميت لك، وربما تكمل معه حياتك، ولكن يحتاج هذا الأمر منا إلى الصبر. شكرا لكم مواليد الدلو على هذه المشاهدة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.